سين جيم، ايه اسم زوجة ابليس؟ سؤال غريب، سؤال غبي الحقيقة، والاجابة وانت بالك يكون اسمها اي اسم، ابليسة، انيسة، فريسة، نفيسة، انت مالك؟ هو الاسوأ من الاسئلة الساذجة ان وراها اهتمام اكثر سذاجة، بمعنى انه يا جماعة هو الفرق الاسماء، وهل انت اساسا متصور ابليس له زوجة ولا ملوش زوجة، له اولاد؟ تشغل نفسك بكلام فارغ ليه؟ علم لا ينفع وجهل لا يضر، احنا شغلين نفسنا بكلام فارغ وباسئلة فارغة. المعنى والجوهر الاعمق والاهم انه في ابليس، في شيطان ما يرابضك طول الوقت ويغريك ويعني يوسوس فيك طول الوقت. خلاص بقى، زوجه ومش زوجه واسمهم ايه، هذا كلام خارج اطار المنطق والعقل. لكن لو هتموت قوي يعني سميها ابليس يا سيدي، فش حاجه يعني. يعني لو ده اللي هيريحك. سين، ما اجمل قبر في العالم؟ ايه ده، في قبور جميله ثم فيها اجمل؟ يعني يبقى قبور جميلة وفيها أجمل. الحقيقة الحقيقة أنا متصور أن الفروق الواضحة بين مجتمعات حنونة سمحة طيبة جميلة رقيقة عاطفية وبين مجتمعات خشنة فظة غليظة هو قبورها. يعني لما تروح حتى قرية في مصر، تروح قرية فتلاقي القبور على تبة عالية، في الغالب بتبقى على تبة عالية لأنه كان أيام الفيضان لما المية بتيجي تطيح في القرى، فكان الخوف على قبور الموتى، فكان دايما يختاروا أعلى تبة في القرية ويضعوا عليها المقابر عشان تبقى في أمان من الفيضان. لما تروح أي قرية وتلاقي القبور دي حواليها شجر وبعض الشجر مثمر وفي أرضها خضرة، وتحس أنه هؤلاء قوم يحبون موتاهم، دي ناس رقيقة وجميلة. لما تلاقي القبور في منطقة مش محاطة بأسوار، ما فيهاش ظل، ما فيهاش شجر، تحس أنه في خشونة ما، في فظاظة ما. الفرق بيننا وبين بدو الصحراء أنهم لا يعرفون القبور أصلا ولا يعرفون الحفاوة بالقبر، لأن القبر رمز لاستمرار حياة الميت في قلبك. فتلاقي قبور، أنا مرة كنت في أحد الفنادق الفاخرة جدا في إحدى الدول الخليجية، وبفتح الشباك، الغرفة بتاعتي كانت على نصيطين، نصية على شارع وخليج والنصية الأخرى بفتح الشباك لقيت على المقابر. مقابر عبارة عن شواهد قبور محفورة في الأرض مباشرة بشكل يعني قميء جدا ومهملة، وتحس إنها يعني شيء لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون تعبيرا عن حب ولا حتى عن احترام. الفرق بيننا وبينهم هو تعاملنا مع قبورنا. عشان كده إحنا أجمل قبر في العالم طبعا هو تاج محل في الهند، اللي عمله لحبيبته ويعني وراد أن يؤرخ بها. لكن إحنا عندنا أعظم، مش أجمل بقى، أعظم قبور في العالم، وهي الأهرامات. الأهرامات هي أعظم وأضخم ومعجزة القبور في العالم. الذين يرون الأهرامات تذكروا جيدا أنها قبور، فلما يكون أجدادنا مهتمين بالقبور إلى هذا الحد، إلى هذا المجد، خلينا إحنا على الأقل نزرع جنب قبرنا شجرة. هل أنت مع اغتيال عبد الرحيم باشا شكري؟ الإجابة لقد كانت جريمة رهيبة فظيعة شنيعة. لكن إزاي الناس حبوا عمر الشريف اللي قتل عبد الرحيم باشا شكري؟ بكلم عن رواية في بيتنا رجل أو عن فيلم في بيتنا رجل، لما يبقى أبطال الفيلم مجد العظيم اللي عملوه إنه قتلوا باشا مصري اسمه عبد الرحيم شكري، اللي هو حقيقة الأمر يعني رمز لأمين عثمان الذي تم اغتياله سنة 46 من خلال مجموعة الآن بالاغتيال مباشرة حسين توفيق، واللي أحد الذين دبروا عملية الاغتيال كان الرئيس أنور السادات في شبابه وقتها بطبيعة الحال. ليه يتم التعامل مع عمر الشريف على أنه بطل لأنه قتل عبد الرحيم باشا شكري؟ وليه احنا لغاية النهاردة بنتكلم على انه من البطولة ان ده مشهد بطل ويبقى ده بطولة؟ وليه زمانها سنة 46 حبوا جدا اللي قتلوا امين عثمان ومجدوهم وخلوهم ابطال، لدرجة ان السيدة جاني السادات وكانت شابة عمرها 17 سنة من انبهارها بالذين قتلوا امين عثمان حبت انور السادات اللي كان اكبر منها ب 16 سنة ولا 18 سنة واتجوزته؟ ليه احنا بنمجد قاتل باشا مصري؟ هنا نقطة مهمة للغاية، العواطف والمشاعر الوطنية لا يمكن أبدا أن تنسينا الحقيقة المؤكدة، يعني لازم نبقى ضد العنف
وضد الاغتيال، واذا كان عبد الرحيم باشا شكري او امين عثمان خد اي موقف غلط فكان الرد عليه هو رد سياسي مش باغتياله. فاسمحولي، عمر الشريف ما كانش بطل.